المفهوم ديال التحرش نفسه في طياته معنى ديال الإمعان، يعني أن هناك تكرار أو أن هناك مضايقة، لأن واحد الرجل مثلا كيتعرض طريق امرأة ربما إذا كان مرة واحدة يقدر ممكن غادي تعتبر مضايقة، ولكن قد لا تدخل في مفهوم التحرش. إنما إذا كان هذا السلوك يتكرر وإذا كان الشخص يمعن في المضايقة فهو يكيف على أنه تحرش جنسي.